عشاق تربية النحل ومحب العسل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو السابق منذ أسبوع تقريبا شرحنا طريقة تربية خلية بملكتين، قصد تجيش النحل وأيضا قصد توجيه النحل لتخزين أكبر كمية ممكنة من العسل. ممكن تعودون إلى الفيديو، الذي لم يشاهد الفيديو يعود إلى الفيديو السابق، سنترك رابط الفيديو في أول تعليق لنا أو في صندوق الوصف. المهم، وفي هذا الفيديو سنشرح طريقة إضافة العسل الأولى لهذه الخلية بملكتين على بركة الله. أولا وللتذكير إخوتي الكرام، أننا شرحنا في الفيديو السابق وقلنا يجب تقديم التغذية السائلة للنحل منذ اليوم الأول لتطبيق العملية، على الأقل تغذية سائلة حسب درجة الحرارة التي عندكم يكون التركيز. التغذية تكون لمدة أسبوع فأكثر دون انقطاع. واليوم عند إضافة العاسلة فممنوع تغذية النحل نهائيا، يعني التوقف عن التغذية. المهم، ما علينا فقط سوى أخذ العاسلة سوى بالأساسات الشمعية أو بإطارات مبنية إن وجدت، ووضعها مباشرة فوق الحاجز الملكي، يعني فوق خلية التربية، فوق الحاجز الملكي، ثم الغلق على الخلية بإحكام. نعيد ونكرر، يجب أن يكون الحاجز الملكي مثبت تثبيت جيد، بحيث لا يمكن لأي ملكة من الخليتين أن تمر للجهة الأخرى أو الجهة المقابلة. يجب أن تكون كل ملكة على حدة، فلو مرت إحدى الملكات ستفشل الطريقة. وطبعا حسب المرعى يمكن أن نحكم متى تضيفون العاسلة الثانية للخلية، يمكن أن نحكم في كل منطقة وطبيعتها حسب المرعى المتواجد عندكم. ممكن خليتها تتطور في أسبوع، ممكن في أسبوعين. طبعا وحسب تطور النحل الذي عندكم بعد ذلك ممكن تضيفون عاسلات يعني أخرى فوق هذه العاسلة. نتمناها سنة خير وبركة على الجميع إن شاء الله، ونتمنى أن الإفادة وصلت. كان الله معكم وإلى اللقاء.